تعليق من سيدة مصرية على احتفالات حائل يثير الانزعاج بين السعوديين على تويتر. السيدة تدعي أن رامز جلال هو من علم الترفيه، ومراسل تلفزيون سعودي يرد عليها، والموقف يثير الجدل ويعرض المراسل للانتقادات. نظمت أمانة منطقة حائل السعودية احتفالات بمناسبة عيد الفطر المبارك استمر 3 أيام. الاحتفال تضمن فعاليات عديدة استهدفت فئات عمرية متباينة كمسرح الأطفال، العرادة السعودية، السامري، الأمسيات الشعرية، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات وتقديم هدايا وسط أجواء من الفرح. خلال تغطية الفعاليات من قبل التلفزيون السعودي الرسمي، سأل مراسل القناة سيدة من الجنسية المصرية عن رأيها بالاحتفالات في حائل. حينها ردت السيدة قائلة: ربنا يخلي رامز جلال اللي خلاكم تعملوا الاحتفالات الحلوة دي. المراسل حاول التأكد من الاسم، فردت السيدة مؤكدة رأيها أن الفضل للممثل ومقدم البرامج المصري رامز جلال. حينها رد المراسل لافتا إلى أن أمانة حائل وأمانات المناطق السعودية الأخرى تنظم الاحتفالات دائما لإسعاد المواطنين، وهي مفتوحة للمقيمين أيضا. ربنا يخلي رامز جلال اللي خلاكم تعملوا الاحتفالات الحلوة دي. رامز جلال؟ هو اللي خلى الدنيا كلها تبقى عاملة كده. هذا الموقف أثار انزعاج عدد من السعوديين على شبكة تويتر. أحدهم علق قائلا: البعض تربى على اعتقادات خاطئة وما زال يعتقد أنها صحيحة رغم تعارضها مع الواقع، مثل الذي يعتقد أنه هو من طور السعودية وعلم شعبها، ومثل من تعتقد أن رامز جلال سبب الترفيه في السعودية وهو أصلاً اشتهر من خلال قنوات سعودية. البعض وجه انتقادات للمراسل معتبراً أنه لم يحسن الرد على السيدة. الكاتب الصحفي السعودي قنان الغامدي علق قائلاً: المذيع غير جدير بالدور الذي أسند إليه ويحتاج تدريباً مكثفاً وربما طويلاً. كذلك علق الكاتب والمحلل السياسي السعودي جهاد العبيد على رد المراسل قائلاً: المذيع لم يوفق، المفترض أن يوضح أن رامز جلال نقطة في بحر الاستراتيجية السعودية للترفيه. لكن البعض الآخر دافع عن المراسل معتبراً أن إجابته كانت كافية وراقية.